تهبط تصطاد من البحر يزمك ترخيص، يزمك كيسون، يزمك ماتريال، يزمك فلوكه، يزمك كل شيء، وعندك اوقات معينه تصطاد فيها، خاطر وقت يولد المرجان ما عندكش حق تفسدو. بالصيد العشوائي قاعدين مش يحطموا في الموجان باي، قاعدين يحطموا في الفوما الكل، في القاع البحري الكل. Many illegal dealer that want to make money without documents, without paying taxes and so on. ثم محاولات من بعض المتطفلين لتحقيق الثروة بطريقة غير مشروعة من خلال صيد المرجان هذا. الموقع تاعنا تبرقع منطقة حدودية، دونك يلزمنا نطبقوا أقصى الإجراءات، ناخذوا أقصى الإجراءات في التفتيش وفي العمل تاعنا العادي. تونس من الدول الأوائل كما نقولوش أول دولة بدأت تشتغل في المرجان. And then from that time little by little coral was appreciated everywhere. Si vous dites corail, c'est presque cocaïne.